لا يعلم يوسف أن نهاية رحلتهم من بغداد في طريق عودتهم إلى البصرة ستتحول إلى كابوس مرعب حينما هاجمه المسلحون الانتحاريون في سيطرة فدك. يوسف الذي أصيب بجراح بليغة لا يعلم أن والده فارق الحياة، ووالدته الأخرى تعاني من حروق ونزيف في الرئة. هذه المأساة واحدة من عشرات تعرض لها المسافرون الذين تصادف وجودهم مع تلك اللحظة المميتة، فمات من مات وظل منهم من يصارع الموت متشبثا بأمل الحياة. وصلنا هاي قمر هي السيارة مع الشرطة وصارت أنا راح صعدت وياهم، قالوا اصعد بالقوة صعدت وانا بغيت تموت قبل لا اوصل المستشفى. طقني طلقة مرة هنا وراح طلع ورجع مرة ثانية عليه شافني حوس طقني طلقة ثانية. وتسجل دوائر الصحة ارتفاع حصيلة مجزرة فدك إلى 84 قتيلا و93 جريحا، بينها جثث 10 أشخاص لا يمكن التعرف عليها لتفحمها، فيما بلغ عدد الزوار الإيرانيين الذين قتلوا 10 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة. جثث لا يمكن التعرف عليها، ولذلك تحتاج إلى فحص الدي إن إيه في دائرة الطباب العدلية في بغداد. قامت دائرة سعدي قال كذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ودائرة صحة البصرة وميسان والديوانية والسماوة لتجهيز دائرة ودعمها بالمستلزمات والأدوية الضرورية. وتشير اللجنة الأمنية في ذي قار إلى وجود خلل أمني كبير وخاصرة رخوة تمثلها المناطق الصحراوية التي تسهل انتقال المجاميع الإرهابية بسهولة إلى مناطق الوسط والجنوب لارتباطها بالمناطق الصحراوية الغربية، إذ استغلت المجموعة الإرهابية هذا الخلل واستطاعت الدخول عبر الطرق النيسمية الصحراوية قدوما من اتجاه البصرة، وبدأت بالهجوم على مطعم المسافرين ثم توجهت شمالا نحو سيطرة فدك لتنفيذ هجومها الثاني، وهو ما يختلف كليا عن الرواية الرسمية يوم أمس. تم التوصل إلى نقطة الانطلاق ونقطة الدخول، لكن حسب سؤالك ومضمون سؤالك دخول العجلات هي من طريق البصرة عبر الطرق النيسمية الصحراوية. خلال هذه المسافة لا توجد سيطرة في الطريق، لا توجد سيطرة، فقط السيطرة المتواجدة هي سيطرة فدك. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمرا بإقالة كل من مدير استخبارات ذي قار ومدير الطرق الخارجية ومدير أفواج الطوارئ وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الحادث الإرهابي. ولا يكتفي المراقبون بهذه الإجراءات حلاً لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة دون تغيير الخطط الأمنية والتي لم تخرج عن إطارها التقليدي. من الناصرية أحمد السعيدي، الحرة.